انا عايزه اقول لكم ان انا سعيده، يعني حمود، وانا سعيده ان شفت تمرد وشباب تمرد اللي غير خريطه العالم. وعايزه اقول لكم ان مره واحد نبهني ان انا عاصرت احداث عظيمه وما كنتش مقدراها، فقلت له ان انا فاكره الغنوه بتاعت ليلى مراد اللي بتقول فيها لاختها كل اللي زي تحسدك على السن ده مش بس سنه، بكره الزمان لو يبعدك عن النعيم وعن الهنا هتقولي عهد زمان راح فين، يا ريت الاقيه عايشه في عهد زمان ولا انت داريه بيه. انا عايزاكم تقولوا لاحفادكم والاحفاد احفادكم كلهم يتنقلوا هذه الثوره العظيمه اللي كانت تمرد شبابنا من اهم 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 دعائمها. وعايزه اقول لكم ان احنا النهارده رجعنا مصر تاني، وزي ما قال السيسي اللي هو حبيبنا، زي ما قال لن تعلوا اراده على الاراده المصريه، فانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه بشبابها. شكرا.